آل 96 عاد ولا مؤسسة عمومية. واخا كان مؤسسة عمومية ولكن كان كيتخدم كيتعامل كان كيخدم بحال مصلحة داخل وزارة المالية. وبالتالي بما أن الناس كانوا أغلبية كيتوظفوا كانوا متقاعدين قلال، إذن ما كانش كيخلص الدولة المشغلات كتخلص المستحقات ديالها. 40 سنة ما خلصتش المستحقات ديالها الدولة. ما كاينش المساهمة نهائيا. حتى جات 96 راه كلكم كتعقلوا على واحد الرابور ديال البنك الدولي اللي تسمى السكتة القلبية اللي قالوا لنا إذا كنتم مستحيلين هذا الشيء ويحاولوا ديروا المؤسسة وخلصوا حتى انتم عاد بدات كتخلص الدولة وبالتالي 40 سنة ما خلصتش ما خلصتش. الملايير ديال الدراهم ما عطاتهمش 2005 غادي تنوض واحد الشغل تعطي واحد 6 الملايير وغيجي واحد الرابور ديال المجلس الاعلى للحسابات مؤخرا كيقول هذه الجمله مهمه حتى كيبقى عليها كيقول فيها ان عدم اداء الدوله في المشكله لمساهمتها وشكل ترنها اوفيسيال لمساهمتها كان له اثر كبير في الحد من تكوين احتياطات فائده من المعاشات المدنيه وقت تداركت الدوله هذه الوضعيه جزئيا سبب ديال كاين شي جزء اخر بارسيال زعما جزئيا سبب ديال ان الدوله وهذا الشيء جزء كنطالبوا منه. كاين حاجه اخرى كذلك التساوي في نسبه الاقتطاع مع المساهمة. جميع أقول جل صناديق في العالم ونهار اللي تخلق الصندوق تخلق التقاعد.